أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الجمعة الموافق 19 مايو 19 أيار 2023. يوم الجمعة هيبقى كويس جدا عشان هتتحول كل انتباهاتك فيه لأنك تكمل مهماتك اللي هتبقى من بداية الأسبوع. هيكون حلو جدا في نهاية شغلك أنك تتعرف إزاي تسيب أي حاجة غير مكتملة وتكتمل. كل ده هيبقى بيضاعف مزاجك في عطلة نهاية الأسبوع. هتمشوا مع بعضكم لمكان تاني هيبقى خارج بيتكم في الفترة دي، وده هيبقى على الأرجح مكان شغل كويس جدا عشان تخططوا ليه. خلال اليوم ده هتتفاجئ بشوية أخبار، هتبقى متعلقة بأشخاص انت بتعرفهم بشكل كويس، هتتوقع منهم النهاردة انك تبقى مهم بالنسبة ليهم وبالنسبة لبيتهم وبالنسبة لشغلهم. كل الاشخاص النهاردة هيكون بيجيب ليهم التزام في المشاعر، هيبقى متعلق بطفل، حفيد، شاب من بيئتك القريبة او حتى البعيدة، بس لازم تبقى انت مستعد ليه بشكل واضح عشان تعرف تتعايش معاه بشكل مخطط اكتر. يوم الجمعة هتحصل على أخبار كتيرة جدا، هتبقى بتواجه كتير من المحاولات من خلال المعارضة اللي عندك والضغط عشان تغير كتير من الحاجات بقوة في حياتك في الفترة الجاية، هتبقى انت مستعد ليها بشكل كبير جدا. هتكون الأيام اللي بينشأ فيها غضب وعدوان هتبقى بسهولة جدا ليك، هتبقى في شوية صعوبة في تفكيرك عشان تعرف تحل مشكلات ممكن يكون فيها فشل ذريع بشكل صحيح. على الأرجح هتبقى معلوماتك متضاربة، هتوصل ليها في كل علاقاتك الشخصية والأسرية، هتبتدي تنشأ نزاعات كتيرة هتتعلق بالفلوس، بالميراث، بالغيرة، هتبتدي تزداد كل الاعدادات اللي بتبقى بتواجهك. هتبقى حلو جدا انك تتجنب كل الاماكن اللي ممكن يبقى فيها تجمع كبير من الناس اللي حواليك. في مواقف كتير ممكن تبقى بتسبب ليك عنف واضح جدا، هتبقى بتسبب ليك الايام دي انك تحصل على كوارث طبيعية مختلفة في حياتك. هتواجه فيها اعمال حتى بتخص العسكر في اليوم ده، هتزداد فيها لهجاتك اللي بتتكلم بيها وهتكون الخسائر اكبر واكتر خطورة. كل الاشخاص اللي بيشتغلوا في الالات النهاردة والمواد الكيميائية هيكون في خطر على حياتهم، لازم يبقوا حذرين اكتر. هيستمر القمر في عبوره لبرج الثور في المساء لغاية ما يتحرك ويدخل برج الجوزاء في الأيام اللي جاية. هتبقى بتضع أهدافك الشخصية وهتعبر عن كل طاقاتك الإيجابية لليوم ده، هيبقى الوقت مناسب عشان تستمتع بمتع الحياة البسيطة والجسدية وكل الأنشطة اللي بتخليك على اتصال بالطبيعة وباتصال مع أجسادنا. هتخلينا النهاردة نتوقف ونشم الهواء مرة تانية ونبقى واعيين أكتر، كل ده هيخلينا نحس براحة أكتر وأمان. هتبقى دي فترة ممتازة عشان نعيد تقييم علاقتنا بالفلوس والممتلكات، هنبقى بنكتشف كل الحاجات اللي بترضينا بجد واللي بنوفي بيها كل وعدنا. هنبني تطور واضح لمبادرات كتيرة، ابتكارات واضحة جدا في يومنا. الطاقة هتعتبر قوية جدا لينا، هيكون في فرصة عشان نعمل تغيرات اللازمة في حياتنا، ممكن تبقى تغيرات كبيرة جدا. هيتوافق القمر الجديد مع المريخ ونبتون وبلوتو، ده هيشير لإلهامنا ودوافعنا وتصميمنا وهيدعم كل جهودنا اللي بتبقى جديدة. هيتوجه كوكب المشترى والمريخ وبلوتو علشان يعارضنا في شوية توتر، في شوية إثارة للطموح، على الرغم من شوية جنون في العظمة سلوك بيحرك خوفنا اكتر، لكن هنبقى متواصلين وفضوليين في وقت تاني، لازم نستغله في الفترة دي.